الإنسان لا يجب عليه أن يعالج نفسه من مرض ما، وأما مرض القلوب فعليه أن يجتهد دائما في علاج مرض القلب. ما حكم صلاته وهل يلزمه تغيير ملابسه؟ وردت عدة أسئلة عن التداوي بالدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ينبغي للمؤمن ألا يشق على نفسه. لم يعد يشعر بالحاجة إلى الدواء ولا إلى الرقية. هذا سؤال يتكرر من العاملين في القطاع الصحي. تجد في الإسلام صلاحا وإصلاحا لجميع هذه الأمور. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يجعل ما أصابهم كفارة لذنوبهم، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه ليوم مبارك ولا مساء مبارك أن نختم هذه الدورة المباركة بعنوان فقه المريض في هذا الجامع المبارك، مع سماحة ومعالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان الذي هو غني عن التعريف. وأحب أن أشير أن هذا اللقاء المفتوح سيتناول بإذن الله بعض القضايا المتفرقة، لكنها كلها تدور حول محور هذه الدورة فقه المريض. وقبل أن أعطي الكلمة لسماحة الشيخ كمقدمة لهذه الندوة وهذا اللقاء المبارك، أن أنوه بأن المؤتمر أو مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية سيكون حول القضايا الفقهية الطبية المعاصرة، وسيكون هذا المؤتمر بإذن الله من المؤتمرات الكبرى التي تناقش هذه المواضيع والنوازل الطبية الفقهية، والدعوة عامة. وقد وجهت حقيقة دعوات خاصة لكثير من العلماء والأطباء في هذه المملكة المباركة وفي دول العالم للمشاركة في هذا المؤتمر. والذي يريد مزيداً من المعلومات فيمكن أن يطلع على موقع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ففيه المزيد من المعلومات حول هذا المؤتمر. ولعلي أستسمحكم وأستسمح معالي الشيخ عذراً أن أبدأ هذا اللقاء المبارك بكلمة لمعالي وسماحة الشيخ عن أهمية طلب العلم الشرعي، وأيضاً عن معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمريض كمدخل لهذا اللقاء وهذه الندوة المباركة. فليتفضل معالي الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله،
الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، هو أنصح الخلق للخلق وأعلمهم بمصالح العباد. ترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بيّن أحوال الأمة أو الإنسانية في أحوالها كلها، في أمور صحتها وفي مرضها، وأباح بيّن جواز العلاج، فقال صلوات الله وسلامه عليه: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وأخبر أن الله جل وعلا لم يحصر شفاء أمة محمد بشيء مما حرم عليها، وأخبر أنه ما من داء إلا وأوجد الله له دواء، علم من علمه وجهل من جهله. وبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يجب عليه أن يعالج نفسه من مرض ما، مرض جسد، وأما مرض القلوب فعليه أن يجتهد دائما في علاج مرض قلبه. ولهذا ذكر أن هذه الأمة يكون فيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبين السبب في ذلك، وأنهم الذين لا يكتوون لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومع ذلك بين صلى الله عليه وسلم أن الشفاء إن كان يوجد ففي شرطة محجم أو كية نار أو شربة عسل، ثم قال: وأنهى أمتي عن الكي. لا ينهى نهي تحريم، وإنما نهي تنزيه، لأن الدواء مهما كان لن يأتي بشيء لم يكتبه الله. والمسلم ينبغي أن يكون متهيئا في حال صحته لمرضه، ليعرف الأحكام التي يحتاج إليها إن مرض، في عباداته، في صلاة، في سائر تعلقاته بالناس وبرب الناس جل وعلا. يحسن العلاقة بخالقه جل وعلا، يحافظ على فرائض الدين، يتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات، يكثر من الالتجاء إلى الله ليحميه ويحفظه، لأن الإنسان لا يدفع عن نفسه ولا يهديها ولا يرسم لها خطة ينجح بيقين إذا سلك، وإنما يسأل ربه. والنبي والله جل وعلا يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كما في حديث أبي ذر. فينبغي للمسلم أن يحرص في حال صحته لما يلزمه لو مرض، ولما يلزم له لو لم يمرض. وكونه يحرص على معرفة ما يحتاج إليه المريض من الأحكام الشرعية، كيف يؤدي الصلاة، كيف يصوم، هل إذا كان قيامه بالعبادة يصنع له أمورا لا يقدر على تحملها، والعبادة ليست فريضة حتمية. ولهذا أعظم أركان الدين الإسلامي هي الصلاة الخمس، الصلوات الخمس، لأنها تشتمل على الركن الأول من أركان الإسلام والركن الثاني. فقال عنها: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أباح للمريض أن لا يصوم، وإذا كان الصيام يضره أوجب عليه الإفطار. فرحمة ربنا جل وعلا واسعة، ما جعل علينا في الدين من حرج. يحب من عباده أن يتقربوا إليه. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن آدم إذا مرض أو سافر أو كبرت سنه
وكانت له أعمال جليلة في حال إقامته وصحته وشبابه، يكتب له في حال التقدم في السن أو حال المرض أو حال السفر مثل ما كان يقوم به في حال أمنه وأمانه واطمئنانه وراحته. وهذا من عظيم إحسان الله جل وعلا بالعباد وجميل لطفه بهم سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير. لا أحب أن أطيل الكلام لحاجتي وحاجتكم إلى الاختصار، والاختصار في العمل والقول إذا أمكن أن يقول الإنسان ما يحتاج إليه وكف عما لا داعي له فهو الأولى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المجتمعين على خير والراغبين فيه والمتقربين لربنا جل وعلا بما يحب، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه، موافقة سنة نبيه، نافعة لنا في دنيانا وأخرانا، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يصلح حال الأمة الإسلامية في كل مكان، وأن يحفظ لهذه المملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يبارك لها فيما هي فيه، ويزيدها تمسكاً ويبقيها قدوة للعالم الإسلامي في التمسك بالأخلاق وصفاء العقيدة وتحكيم الشريعة وبذل المعروف، وأن يكون ذلك كله صادرا عن أمن وإيمان ورغبة فيما عند الله، كما أسأل جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة وولاة المسلمين في كل مكان، أن يوفقهم لحسن رعاية الأمة وحملها على الصراط المستقيم والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا، وأن يكون ذلك من ولاة الأمر ابتغاء مرضات الله، وأن يثيبهم جل وعلا عليه بالتوفيق للأعمال الخيرة والدفاع عنهم وصلاح الحال والمآل، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا. حقيقة الأسئلة كثيرة جدا، وبعضها يتعلق بأمور ومسائل الطهارة والصلاة، وبعضها يتعلق بأمور الحج، وبعضها له علاقة بمسائل العقيدة. لعلي أبدأ بسؤال يعني كان من ضمن ما قدمت به، جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا ترك الإنسان الدواء عمدا مع العلم أن مرضه معروف ويوجد له أدوية تشفي بإذن الله، ولكنه امتنع عن الدواء فمات، فهل يعتبر في حكم المنتحر؟ لا، الدواء ليس بواجب حتما على الشخص أن يعالج نفسه من مرض ما. أولا ينبغي أن يصطحب الإنسان ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: جفت الأقلام وطويت الصحف، وقال لأبي هريرة: جف القلم بما أنت لاق يا أبا هريرة، وقال لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك شدة، إلى أن قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. لكن مع ذلك شرع الله لنا، أباح لنا العلاج، وقال النبي: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولما سأل الصحابة من هؤلاء السبعون الذين يدخلون الجنة بدون حساب، قال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم بالرقية المباحة. النبي لما ذكر له الناس أن عندهم رقى وكانت الرقية موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهم لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون، لا يأخذون علاج، وعلى ربهم يتوكلون. فالذي عنده من التوكل ما يجعله موقنا، كما قال الصديق لما قيل: هل رآك الطبيب؟ قال: نعم. قال: ماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد.
إذا كان بلغ به الحاجة.